نعود إلى موفد أخبار الآن. ماجد التلمساني موجود بالحدث اليوم، إعلان نتائج الفائزين بجائزة صانع العمل الأمل العربي لعام 2018. لديك الجديد ماجد فيما يتعلق بالنتائج، تفضل. بالفعل ميسون، للتو فقط أعلن اسم صاحب المركز الأول والفائز بلقب صانع الأمل 2018، وهو المشارك المصري محمود وحيد، صاحب مبادرة معنا لإنقاذ الإنسان. للتو أعلنوا فوزه بالمركز الأول وبالجائزة الضخمة 1,000,000 درهم. وأيضا كان هناك مفاجأة أن جميع المرشحين الخمس للنهائيات أيضا حصلوا على جائزة 1,000,000 درهم كما حصل عليها صاحب المركز الأول. هذه آخر تطورات ميسون حاليا في الحفل. شكرا يا ماجد، نحن عم نتابع المباشرة من هناك ما يحدث الآن. الشيخ محمد بن راشد طبعا يتوجه إلى المسرح لتهنئتهم. إذن صاحب لقب صانع الأمل 2018، نعلن الاسم هنا من دبي بحضور صاحب السمو محمد بن راشد المكتوم. ألف مبروك، صفقوا لي من مصر محمود وحيد. ألف مبروك محمود، ألف مبروك محمود. محمود وحيد الذي صان كرامة الإنسان وأبى أن تهان، نهنئ صانع الأمل العربي محمود وحيد من مصر، ونهنئ كل صناع الأمل العرب. أنتم أكبر وأجمل مكافأة للأمة العربية، بكم نمضي إلى المستقبل بحب وعطاء وأمل، فنبني ونبتكر ونطور ونصنع السلام والاستقرار والازدهار. لو سمحتم بتوجيهات من صاحب السمو محمد بن راشد المكتوم، نود الإعلان عن خبرين. الأول، صاحب السمو يود تكريم جميع المرشحين الخمسة لجائزة قدرها 1,000,000 درهم لكل منهم. إذن جائزة 1,000,000 درهم إماراتي لكل الفائزين، وتكريم من صاحب السمو محمد بن راشد المكتوم ليلى لأمدادة، سهام جرجيس، فارس علي، ونوال مصطفى. ليلة من المفاجآت يا نشان، نأبى أن تنتهي. هناك مفاجأة ثانية بتوجيه من صاحب السمو، لو سمحتم. يعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن إنشاء وإطلاق أكاديمية صناع الأمل لدعم جميع صناع العطاء في مشاريعهم بمبلغ وقدره 50,000,000 درهم. إذن أكاديمية لصناعة الأمل بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. ألف مبروك لجميع الذين فازوا، على أمل أن نلقاكم السنة المقبلة في صناعة أمل وصاحب جديد للقب. إذن كانت هذه النتائج مباشرة من قلب الحدث اللي وفانا طبعا بنتائجها قبل إعلانها مراسلنا من هناك، مفدنا لهناك ماجد التلمساني. إذن إطلاق النتائج، فاز من مصر بهذه الجائزة صانع الأمل العربي لعام 2018، فاز إذن ب1,000,000 درهم كما أعلن في مفاجأتين أطلقت اليوم، أطلقها بأوامر من الشيخ محمد. هي المفاجأة الأولى هي بأنه إعطاء هذه الجائزة للخمسة المشاركين جائزة 1,000,000 درهم، وأيضا إطلاق أكاديمية صناع الأمل بقيمة 50,000,000 درهم.